كنت كنتمنى يكون السيد رئيس الحكومه باش يسمعنا ونسمعوه، يسمع من خلالنا اش كيقولوا المغاربه، كما بغانا نتفهموا سياسته يتفهم حتى هو ما يعاني المغاربه. اولويات حددناها كلنا جميع الاحزاب السياسيه، الصحه، التعليم والتشغيل. جات الازمه، انتوما في الجزء الاول كوزاره الماليه نقدر نصنفوكم بعد سي عبد اللطيف الجواري احسن وزراء ماليه دازوا في تاريخ المغرب، من بعد سي عبد اللطيف الجواري الله يطول ليه العمر. كاينه الازمه، اربعه ديال الازمات متتاليه، زدتوا 38 مليار مصاريف، نقصتوا 60 نقطه اساس من العجز، ما رفعتوش الميزانيه، ما عندنا ما نقولوا لكم. المشكل اللي واقع اليوم هو في تحديد الاولويات. جات الازمه، الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره ولات عندها اولويات اخرى ديال المصروف اليومي ديال الشهر. حكومه كتجي كتقول انا خدام في اصلاح الصحه، اصلاح التعليم، التغطيه الاجتماعيه ونخلق مناصب الشغل. ولكن هذا المغربي باش نقنعوا بهذا الكلام، لانه ما كيعمرش تاريخ حكومه المغربيه دازت وقالت انا جيت نفسد الصحه ونفسد التعليم وندير البطاله. كلهم قالوا لهم هذه الهضره وكذبوا عليهم. الحكومه السابقه نهار جات ازمه البترول جاوا هنا قالوا غنزيدوا عليكم جوج دراهم وصبروا معنا، وخرج الناطق الرسمي باسم الحكومه قال لهم العام الجاي غتشدوا 1000 درهم في الشهر. 2014 مازال ما شدوهاش اليوم. يعني باش نتفهموا مشكل المغاربه نعرفوا بانه لو يومتهم تغيرت اليوم الاسعار، راه ما يمكنش انتم كحكومه تجوا كتخططوا بتعليمات جلاله الملك باش تكون التغطيه الاجتماعيه في هذا 4 سنوات، والشركات الكبرى كدير التعريه المجتمعيه للمجتمع قدامكم انتم كتشوفوا فيهم. لا يمكن. سيدنا الله ينصره هنا سول على توزيع العادي، اين الثروه في المغرب؟ خصكم تجاوبوا على هذا السؤال. اما هاد الشركات الكبرى الا بغاو يهيمنوا على كل شيء يرفعوا الاجور، السياسات العموميه في تشجيع المقاوله الصغيره والمتوسطه خصها تبان على ارض الواقع. الناس شاده البحر، شاده السما، شاده هذا، وبغينا كلنا نولوا موظفين عندهم ونشتغلوا عندهم وبنفس الاجور. خصنا نحافظوا على السلم الاجتماعي ما امكن. هاد 6 شهور 7 شهور دابا انتم، احنا كحكومه كاغلبيه حكوميه عطينا الاجل ديالنا 7 شهور 8 شهور، ما طلبنا لا 5 سنين لا 6 سنين. ولكن الا كنا مشكل في التنزيل برامج الحمايه الاجتماعيه وفي السجل الاجتماعي الموحد قبل شهر 6 ولا شهر 9 ديال هذا العام، راه ما يكونش عندنا الوجه باش نواجهوا المغاربه في مناقشه قانون الماليه الجاي. فعلا صلحتوا القانون الاطار، نزلتوا القانون الاطار الجبايات وبديروا عداله ضريبيه. هذا الشيء اللي كيروج اليوم لا الساده المحامون لا اللي متضررين، غادي يكون حوار في الاخر غنبقاو كلنا مغاربه وغادي نتوافقوا مع بعضياتنا. حتى واحد ما غادي يقبل بان يكون تهرب ضريبي في المغرب. رغم ما يقال اليوم كلشي غيجلس طاوله الحوار وغيتلقى الحل. ولكن كي كنطالبكم كذلك باصلاح المؤسسات العموميه، 40 مليار كتمشي للمؤسسات العموميه السيده الوزيره، حتى هي جيبوا لنا البرنامج ديالها بنفس طريقه التنزيل. في الحقيقه انا سمعت لي المداخلات وفهمت معناها كليا الا مداخله واحده لم افهمها ولم افهم معناها، ولكن بدون ان ادخل في طياتها عندي أمنية ورجاء واحد، هو أن تكون هذه المداخلة تعبر عن قناعات شخصية ولا تخضع لإملاءات خارجية. أعيدها للمرة الثانية وأعرف ما أقول، أتمنى أن تكون هذه القناعات، أن تكون هذه التعبيرات نابعة عن قناعات تحترم الأخلاق السياسية ولا تخضع لإملاءات في دهاليز لا نعرفها. السادة الوزراء، أنا في حق ما كنتش ناخذ كاع تفسير التصويت. قال لي الرئيس واش تدخل؟ قلت له لا، إلا إذا تكلمت الحكومة شوف واش غتقول الحكومه. ولكن اثارني ونقول لك السيد الرئيس، السيد الوزير اغضبني كثير، لان انا 20 سنه وانا في هذا البرلمان لم اسمع قط هذا النوع من الاتهام، لانه اتهام بالخيانه. عرفتي شنو هو التعاليم الخارجيه والدهاليز؟ صعيبه.
ولذلك دستوريا يصعب باش نتاخذوا شي اداه، لانه في اطار الحصانه في اطار نتاخذوا شي اجراء من هذا النوع. ولكن غادي نطلب منك السيد الوزير مره اخرى انك توضح اكثر هذا الامر، لان اتهام ممثل الامه بالخيانه شيء صعب كبير. تعاليم خارجيه والدهاليز التي لا نعلمها، انا اللي كنعرف غير الشعب. انا والله ما كنعرف شي حاجه اخرى من غير مصلحه الوطن، الله، الوطن، الملك، وهموم الشعب، شي اللي كنعرف. في اطار تفسير التصويت، انا بغيت نمشي مباشره باش نرد على السيد الوزير المحترم او نعقب، ونقول على ان الفريق الحركي ما ولن يتوصل ولن يقبل يعني لا تعليمات ولا شي حاجه من هذا القبيل، ولا علاقه لنا بالدهاليز. اللي تيحركنا هو الروح الوطنيه والمواطنه الصادقه، وقد عبرنا عن ذلك منذ البدايه، ماشي دابا بل حتى السنه المنصرمه. اذا كنوا واضحين، وعبرنا عن ذلك كذلك من خلال التصويت على مجموعة من المواد في قانون المالية اللي اعتبرنا على أنها تنصب في اتجاه الصالح والمصلحة العامة.